وصلوا مشاهدينا إلى استراحتنا المنوعة واللي راح نروح فيها إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم اختيار الكويت على رأس قائمة أفضل الأعمال المعروضة على لجنة التحكيم الخاص بمعرض التصميمات المسرحية الطليعية 55. طبعا هذا المعرض الخاص بالتصميمات المسرحية يأتي على هامش مهرجان المسرح التجريبي الدولي المقام في القاهرة في دورته 28. لم تقتصر الكويت على مسابقة التصميمات المسرحية، بل شاركت بعرض مسرحي لقي إشادة من لجنة التحكيم والجمهور. لنتابع. من بين أكثر من 100 تصميم مسرحي متنوع، تم اختيار الكويت على رأس قائمة أفضل الأعمال المعروضة على لجنة الفرز، وذلك لعمل تصميمات مسرحية غير تقليدية في مسابقة ل19 دولة في معرض التصميمات المسرحية الطلعية 55 بمهرجان المسرح التجريبي الدولي والمقام في القاهرة في دورته 28. تم اختيار الكويت طبعا، وهذا يعني في معرض التصميمات المسرحيه، لان الكويت رائده في هذا الامر، واحنا عندنا شباب للامانه مبدعين في السينوغراف، في الديكور، في الشغلات، فمشاركتهم في هذا المهرجان وفي هذا المعرض خصوصا، ومعرض في مهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي دوره 28، اعتقد مكسب كبير حق الكويت، والكويت تستاهل ان تكون متواجده في هذا المعرض. جيل جديد من الشباب، من المخرجين والممثلين والسينوغرافيين وعددي، والديكور والاضاءه وحتى الموسيقى، جيل جاي راح تشوفون إن شاء الله، والكويت ولادة ولن تقف وسوف نستمر، وإن شاء الله راح نجي مرات أخرى إلى مصر ويكون حضور مصري في مهرجانات الكويت. مديا هي ساحرة في الأساطير الإغريقية، كانت ابنة إيتيس ملك كولتشس. مشاركة الكويت لا تقتصر على مسابقة التصميمات المسرحية، بل أيضا شاركت بعرض مسرحي متميز ميديا، والذي حاز على إعجاب لجان التحكيم والحاضرين أيضا. احنا نقدم هكذا عروض في هذه البلدان من أجل التواصل مع جمهورنا، والجمهور الذي يبحث عن مسرح مغاير، ويشرفنا أن نلتقي في هذا الجمهور الجميل. كنا مؤخرا في مهرجان قرطاج وسعدنا بفوز 3 من 6 جوائز في هذا المهرجان، كما بالكويت ناس محبين للمسرح مذوقين ويحبون الارتقاء بالذوق والفكر والفن عبر الكلمة الحرة. حرص الكويت على المشاركة في هذه المناسبات يثري وينشر الإنتاج الثقافي الكويتي في جميع المحافل عربية كانت أو دولية. بصمة ثقافية فنية كويتية على إثرها اختيرت الكويت من بين 19 دولة لأفضل تصميم مسرحي غير تقليدي، فضلا عن مشاركتها المتميزة بالعرض المسرحي في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. من القاهرة أمل مسعد لبرنامج العالم هذا الصباح، تلفزيون دولة الكويت.